مشان هيك نحن بحاجة وجود ريشي معنا، لهيك رجاء دقي له. ليش عم يطلع خطة مشغول؟ يا ترى شو في؟ أكيد في شيء. ما عم أقدر. كيف يعني لكشمي؟ خطه مشغول. طيب بيكون عم يحكي مع شي حدا، هلأ منجرب بعد شوي. وأنتي روقي لا تخافي. ليك اسمعني، أنا كتير خايف، إذا إجت الشرطة لهون ودوروا عليك رح أعلق أنا معك كمان. اسكت أحسن ما كسر لك راسك، حاجة حكي فاضي. قلت لك ما في شي، أنا ومليشكا زبطنا كل شي، لهيك لا توترني. شبه ليش ما عم ترد؟ ليش لحتى ترد؟ ما رح ترد عليك، شغلة معك خلاص. شو ما عندك عقل انت؟ انا عم بحكي معها لأعرف شو صار هنيك. من وين بدي اعرف؟ اتصل بلاكشمي واسألها اذا انسجنت ولا بريشي. لك بدال مالك قاعد عم تصرخ علي، شغل مخك وفكر شوي. انت بتعرف ليش ماليشكا ما حكت معك لهلا؟ لانه مصلحتها خلصت وما بقى الى شغل معك، ولهيك طبيعي انها تطنشك. ضحكت عليك، اي وحدة نصابة شغلتك ببلاش وبس خلصت منك ستتك. ليك إذا لسه بتحكي كلمة وبتسمعني صوتك مو نيالك بنوب، فهمان؟ ايه فهمان. ولك أنا بالفيندر، عم تفهم علي؟ عم أفهم عليك. ايه وأنا باخد رعبون قبل ما أخد المبلغ الأساسي، فهمت؟ يعني يلي بده يستغلني ويضحك علي لسه أمه ما جابته، لا ماليشكا ولا يلي أسكى منه بيشغلني على كيفه وبزتني برا، بالعكس أنا يلي بزتهم. بس تخلص مصلحتي بدعوسهم تحت رجلي مثل الصراصير وبخلص منهم. ايه فهمت، أنت بتزتهم وبتدعسهم. ايه ولك قلت لك اسكت، لا عاد تسمعني صوتك ولا هم. هالبنت مو معقولة، من لما فاتت على هالبيت حرمتنا الأمان والسعادة والفرح، حرمتنا كل شيء، حرمتنا من كل شيء حلو، وهلأ حرمتنا من شغلنا كمان. شو نعمل؟ ما بقى فينا نعمل شيء أبداً. والدكاترة، الدكاترة قالوا في سم بالأكل. إيه؟ صح، كان في سم بالأكل، وهالسم هو سم اللي اسمه لاكشمي. نيلام، شو؟ الحقيقة صارت واضحة قدامك بس لهلأ مالك عم تشوفها، أو يمكن أنت اللي ما بدك تشوفها. هلأ صارت مثل بنتك وصرت تحبها، ما قبل ما كنت متقبلها مرت ابنك، بس هلأ صارت غالية عليك مو؟ لك شو تغير؟ شو تغير؟ فهمني، شو الشي اللي عملته لاكشمي؟ شو عملت حتى رجعت تقبلتها من جديد مثل بنتك؟ لحظة عرفت، لأن نظمت الحفلة هون بهالشغلة الصغيرة هاي، قدرت تكسب محبتك من جديد واخدت دور البنت البريئة والطيبة، وانت فوراً صدقتها مو هيك؟ نيلام اسمعي، القصة مانا هيك. لا لكن شو؟ حدا مثلك رجل أعمال مشهور كتير وذكي وناجح هالقد ومحترم، معقول بتعطي مسؤولية كبيرة مثل هاي لوحدة ما بتفهم مثل هالبنت؟ عجبك اللي صار؟ ايه، انت يمكن لهلأ ما حسيت بحجم الغلط اللي عملته، بس اكيد رح تعرف وقت توقع الفاس بالراس وننفضح قدام كل العالم، وقتها بس رح تفهم قديش غلطت لما امنت بوحدة مثل لاكشمي وسلمتها شغلك كله وتعب. بس يعني انا